قال طلبة المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بلاوي الهواري بوهران في إضراب عن الدراسة لغياب تكفل حقيقي لجملة من الانشغالات والنقائص التي يعانون منها في ظل مصير مجهول ينتظرهم بعد إكمالهم لمشوارهم الدراسي، وذلك أيضا أمام غياب فرص عمل باختصاصهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالطور المتوسط وأيضا الثانوي، إلى جانب غياب وسائل التكوين رغم الميزانية المخصصة للمعهد، دون الحديث عن عدم وجود أوركسترا مطالبين الوزارة بالتدخل لحفظ كرامتهم. التغطية لعبد الرحيم بونبري. نقص المواد، الحاجة اللي صوالح اللي عليه المعمدة توجور ما كانش باغ اكزومبل أوركسترا سيمفونيك، ما كانش بزاف صوالح وآلات الموسيقية تاني باغ اكزومبل، معهد تاع موسيقى بروف تاع بيانو ما كانش، هذه حاجة آلات الموسيقية تاني توجور ناقصين. وحنايا الحاجة اللي راها تاني شغلة بانا هو المستقبل، حنا رانا نجو هنايا نقرو سانكو ولا سيزون، كي نتخرجوا هنايا ما نصيبوش مابا بلاصه اللي نخدموا فيها. خارجين في احتجاج لعده اسباب، منها الحاجه الاولى اللي هي شهاده غير معترف بها في الوظيفه العمومي، وعندنا مستقبل مجهول هنايا لا يعلمه احد، مع العلم كان قبل نافون كانوا يدخلوا يقروا في التعليم المتوسط والثانوي. عندنا هنايا عدم وجود بطاقه طالب اللي هي تثبت باللي نحن طلبه. من هذا المنبر نطلب التدخل السريع للدوله باش يحلوا لنا هذه المشاكل، باسكو كاين دي زيلاف بزاف متخرجين هنايا وما عندهمش ان ديبلوم، عندهم اتيستاسيون هكا، ما عندناش يعني بطاقه طالب، وكرامه طالب تاني ما كاش، رانا داخلين تحسب رانا نقرو غير هكا.